بكم من جديد. الحقيقة موضوعنا دلوقتي زيادة الصادرات الزراعية. بتحاول الحكومة بصور مختلفة لزيادة الصادرات الزراعية. يمكن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الهند كان ده هدف أساسي من أهداف هذه الزيارة بزيادة الصادرات الزراعية. علاقتنا بروسيا أيضا في مجال الصادرات علاقة قوية جدا. إنشاء خط ملاحي يربط بين الموانئ المصرية والروسية. الصادرات المصرية لروسيا زادت في العام الأخير ل 45% عن الأعوام السابقة، ومتوقع إن شاء الله أنه في 2018 هتزيد بمعدل أو ما يقدر ب 700 مليون دولار كمان للأردن وغيرها من الدول. لكن آليات الحكومة والاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في هذه المرحلة هل هي كافية؟ وإذا فعلا زادت الصادرات المصرية إلى الخارج، تأثير هذا على السوق المصري وعلى الاقتصاد بشكل عام نعرفه بشيء من التحليل في استوديو هذا الصباح مع الأستاذ عز الدين جودة رئيس لجنة بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية. دكتور أستاذ عز صباح الخير. صباح الخير. طيب عايز أعرف من حضرتك تقييمك الأول لأداء الحكومة حتى هذه المرحلة، طبعا بما فيها طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وجهوده بعمل اتفاقيات في هذا الإطار. هعرف الإجابة من حضرتك ولكن بعد هذا التقرير. ربما يعتبر القضاء على الخلل في الميزان التجاري أحد أهم التحديات التي تقف عائقا أمام نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ما جعل الحكومة تتخذ بعض الإجراءات التي تحد من عمليات الاستيراد للعديد من السلع غير الأساسية. ويعتبر القطاع الزراعي واحدا من أهم القطاعات التي يمكن لمصر الاعتماد عليها كطوق نجاة لزيادة الموارد من النقد الأجنبي، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي مرت على القطاع السياحي وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج. وتقوم الحكومة بعدة إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، باعتبار ذلك أحد أهم الأولويات الاستراتيجية ضمن خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي. ويقول المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن الصادرات في مصر كانت ولا زالت أكبر مصدر للعملة الأجنبية، حيث حققت 22 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق نفس القيمة أو أكثر في العام الجاري. ويشير خبراء إلى ضرورة تكاتف أجهزة الدولة من أجل تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي للمنافسة عالميا، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الإصلاح الزراعي والبذور والتقاوي المستخدمة في الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي ليزيد الإنتاج بشكل رأسي. كما يرى كثيرون ضرورة سرعة تنفيذ المشروع القومي الخاص باستصلاح المليون ونصف المليون فدان حتى يزيد الإنتاج بشكل أفقي، دافعا معه الصادرات الزراعية إلى أن تكون وبحق الحصان الرابح في الإصلاح الاقتصادي. أهلا بكم مرة تانية، ونرحب مرة تانية بضيفنا في استوديو هذا الصباح الأستاذ عز الدين جودة رئيس لجنة بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية. أهلا بحضرتك مرة تانية. كنا نتحدث عن جهود الحكومة وتقييمك لها حتى هذه اللحظة في هذا الإطار، وخاصة أنه مؤثر جدا على السوق المصرية والاقتصاد المصري بشكل عام. تمام. هو طبعا في المرحلة الأخيرة يعني مشكورة الحكومة، حصل إنجاز بالنسبة لدعم الصادرات. كان توقف البرنامج شوية حضرتك، كانوا خفضوا النسبة بتاعته فرجع تاني النسبة زي ما هي اللي هي من 8-12% حسب البلد اللي هيصدر إليها الإنتاج. فابتدى البرنامج يشتغل تاني، ودي نظرة كويسة جدا من الحكومة، رغم أنه في بعض ناس بتقول أن دعم الصادرات والناس محتاجة ويلي ويلي وكلام من هذا القبيل، بس مش هنتنى ندعم دايما الاستهلاك. احنا دايما بندعو لدعم الانتاج وليس الاستهلاك، يعني الصانع ادعمه، المنتج ادعمه، المصدر ادعمه. واحد هيقول طب والناس اللي هي غلابة، لا ما هو ده في النهاية هيعود على كل الشعب. يعني لو جينا ندعم التصدير حضرتك بدل ما الدولار يبقى ب 12 جنيه يبقى ب 10 جنيه، السلعة اللي انا كنت هشتريها حضرتك ب 12 جنيه هشتريها ب 10 جنيه، يبقى عاد على المستهلك في النهاية دعم المصدر، بيعود في النهاية كلها على البلد ككل، على منتج ومصدر وغيره. فأنا شايف إنه في نظرة الحقيقة اليومين دول كويسة بالنسبة للتصدير، وابتدى يبقى فيه اهتمام في الفترة الأخيرة. وإن كنا نأمل إن صرف الدعم يتم بسرعة شوية أكتر من اللي موجود، لكن كويس إن نزول البرنامج أصلاً
وابتدى يبقى فيه اهتمام، لان احنا ده مش خيار في رفاهيه ان احنا نزود صادراتنا، لا انا بعتبره ضروره ملحه جدا جدا زي ما كان التقرير بيقول، عشان السياحه طبعا فيها مشاكل. طب ازاي نتوازن بقى بين التوسع في الافقي والراسي في نفس الوقت، يعني زياده المساحه مع جوده المنتج؟ ده كلام محترم. انا شايف ان هم ابتدوا يعني يخوضوا يروحوا يم الجرين هاوس، وهدي بتزود الانتاج راسي ما تاخدش ميه كتير، اللي هو الصوبات الزراعيه دي لو تمت بشكل كويس اولا قدامنا فرصه كبيره فيها جدا، لانه في الشتاء احنا المفروض نبقى مزرعه اوروبا وروسيا في الشتاء من خضار لخلافه. اولا الانتاج في الصوبات بيدي الفدان فيها، في الصوبات بيدي اكتر من 10 15 ل 20 فدان احيانا في الزراعه المكشوفه، وبياخد ميه قليله جدا، واحنا لازم نشتغل على التوسع الراسي، لان التوسع الراسي مهم بالنسبه لنا خالص خالص عشان الميه. احنا ما عندناش فجر في الارض الزراعيه، بالعكس مساحه مصر 70% صالح للزراعه ان وجد لها الماء، ولكن عندنا شورت كبير في الميه بصرف النظر عن سد النهضه وخلافه. مصر فقيره مائيا، حتى مع ان سد النهضه حتى لو مش موجود مصر فقيره مائيا. فالتوسع الراسي ضروره ضروره ملحه، وانا شايف في اتجاه اليومين دول وابتدوا يروحوا ايام المانيا عشان يجيبوا نهاو بتاع بعض الصوبات الزراعيه وخلافه، وده شيء كويس جدا ان احنا نهتم فعلا بالزراعه الراسيه زي ما حضرتك قلت. طيب اذا تكلمنا عن المنتجات المتوفره في مصر في هذه المرحله لتصديرها للخارج، حضرتك شايف ايه اكتر المنتجات المتعطش لها السوق في الخارج، وان احنا المفروض ندعمها بشكل كبير في مصر من حيث بقى توسع ان كان افقي او راسي وجوده المنتج نفسه؟ لانه كان في كلام الفتره اللي فاتت عن الفراوله وانه انتاجها غير لائق يعني وغير جيد بشكل كافي في التصدير. انت حضرتك كل موضوع بيتفتح عايز فتره طويله للكلام كده. هو الفراوله طبعا للاسف هم بيتكلموا عن الفراوله الفريش. هو المشكله ما بتبقاش في الفراوله الفريش، المشكله في الفراوله الفروزن، انه اللي هي مجمده حضرتك، في مصانع مش على المستوى المطلوب، فدي لها طريقه تانية خالص، والمفروض يبقى الفحص فيها بشكل تاني. وفي بعض مكاتب بتصدر مش المصنع نفسه، فبتنعمل بضائع مش اكو اف، في بلاصه وفي اكو اف، بتنعمل بلاصات بدون غسيل وبدون تعقيم. لكن اعتقد لو المجمده فروزن اكو اف اللي هو بيجمد في دقيقتين او ثلاث دقائق ما هيبقاش في المشكله دي خالص، ما اعتقدش انه هيبقى في مشكله، لان لها سيستم معين في الغسيل وفي التعقيم وفي التوضيب. لكن دي اكيد ما كانتش طالعه كويس، ده لو ثبت ان هي فعلا فيها الفيروس هناك او ما كانتش مظبوط، ده لو ثبت يعني تبقى طالعه مش مصانع مش مظبوط، فديت لازم يطلب فعلا ان ما يصدرش الا المصنع اللي هو بيصنع فعلا. طيب نجاح فكره التصدير نفسها، التعرف على المنتجات المتعطش لها السوق في الخارج، يعني زي ما قلت لحضرتك يمكن في بيننا وبين روسيا اتفاقيه جديده بالتصدير، السوق الروسي متعطش لبعض الاشياء زي البطاطس، العنب، الموالح وغيره، سبع اصناف جديده ستصدر لروسيا، حضرتك شايف انه ده هيؤثر ازاي على حجم التصدير، وخاصه انه متوقع على هذه النسبه انه يزيد حجم التصدير لروسيا بعام 2018 ل 700 مليون دولار؟ هو حضرتك الانواع دي مش جديده على روسيا، احنا مصدرها من فترات طويله وبكميات كبيره، وروسيا سوق اساسي للحصلات الزراعيه في مصر. التركي بعد ما خرج شويه من روسيا يمكن فتح سوق اوسع للمنتجات دي. مظبوط، بس احنا ما كانتش في المنتجات اللي هي البطاطس والبرتقال والبصل والكلام زي كده، احنا كنا مخالفين لتركيا في الوقت شويه. احنا ممكن ندخل سلاح ثاني زي الطماطم وزي الخضروات التانية وكلام زي كده لما تركيا تبقى قافله، بس حتى لو تركيا فتحت السلع دي ماشيه ماشيه، وبنصدر منها كميات كبيره لروسيا، واحنا متميزين لروسيا لان السوق بيننا وبين روسيا قريب، يعني 5 ل 6 ايام بالمراكب حضرتك لغايه روسيا. فروسيا سوق بالنسبه لنا، والنولون لروسيا رخيص جدا جدا، يعني احنا النولون لروسيا ارخص من السعوديه، نص السعوديه. فاحنا روسيا بالنسبه لنا المفروض سوق اساسي خالص خالص. هو كان في مشكله واحده في السوق الروسي ونعمل ان هي تنحل، ان هي كانت الشريحه اللي بيقدروا لنا عليها الجمارك كانت عاليه، اعلى من تركيا واعلى من البلاد الثانيه، فدي بنامل ان تنحل وفي سبيلها للحل، لان دي لو اتحلت مش ترفع من حضرتك من 350 او من 400 مليون ل 700، انا اعتقد هترتفع ارقام غير كده خالص لو الجمارك قلت على السلع المصريه، لان طيب السوق الروسي سوق واعد فعلا. طيب انشاء خط ملاحي جديد بيربط بين الموانئ المصريه والروسيه، ازاي هياثر على فكره التجاره البينيه بين البلدين لو تحدثنا بشكل خاص
على الحاصلات الزراعية؟ والله أنا شايف إنه النقل بيننا وبين روسيا ما فيهوش مشكلة خالص خالص. لما بيكون في بضائع في الشتاء بتروح روسيا كتير، في أكتر من 3 أيام فيهم شحنة روسيا، والنولون رخيص جدا والوقت صغير. يعني روسيا قريبة مننا، هي سبحان الله مصر فيها ميزة نسبية في المكان غريبة الشكل، من أي اتجاه بينها مرة وبين الدول التانية مش يعني احنا ما بنحتاجش لفكرة الشحن السريع لبعض المنتجات. يعني في بعض المنتجات حتى هنا في مصر لو احتفظنا بفاكهة أو بمنتج فترة، يعني ممكن أكثر من 3 أيام بنحس بالفرق. هو في حاجة حضرتك، يعني مثلا شيء زي العنب زمان كان بيروح طيران، النهاردة العنب بيشحن على مسافات لغاية 30 يوم و35 يوم وأكتر من كده. بقى في نهاو جديدة إنه تخلي العنب يعيش فترات طويلة مثلا يعني. ففي النهاردة لا مصر فيها شغل كويس متطور الكام سنة الأخيرة دول. وبعدين هو حضرتك الدفعة اللي حصلت بالنسبة للدعم وكلام من هذا القبيل دي هتمشي الدنيا شوية. وارتفاع الدولار برضو هو نقمة في شيء ونعمة في بعض الشيء. اتفقنا إنه لو زيادة الصادرات هتجيب دولار، طبعا اعتقد ان الازمه ممكن بالظبط كده. لا اقصد انه الدولار دلوقتي ارتفع شويه، فالمصدر قدامه فرصه انه يعرف ينافس. طيب ارتفاع الدولار ده مش بيرجع يا استاذ عز فكره الانتاج؟ ما فيش انتاج محلي، يعني انتاجنا المحلي تقريبا يعني قليل او ضعيف جدا. هو فكره الانتاج المحلي وتاثيره ايه بقى اذا انتجنا بشكل كبير جدا، سواء يعني نغرق السوق المحليه بمنتجاتنا من ناحيه ويكون هناك فائض للتصدير، ده نقدر نعمله امتى؟ هو حضرتك احنا هنرجع تاني، ده هترجعنا لناحية تانية خلاص، نقول مناخ الاستثمار. مناخ الاستثمار يعني انا حضرتك كل واحد بيصنع في سلعة، بينتج في سلعة، بيصدر في سلعة، المفروض اوفر له كل السبل اللازمة لذلك. ولما بقول واحد بيصنع يا رب يكون بيصنع صامولة، ما بقصدش اللي بيصنع اللي بيجيب معدة من بره متفككة وبيربطها ب4 مسامير وبيقول انا صنعت، لا ده مش تصنيع. لكن هو اللي بيصنع صامولة عندي بس هذا يكفيني تماما. ماشي فندم؟ زي ما حضرتك بتقولي لما يبقى التصنيع بيعوضني سلعة جاية من بره، والمصنع هنا اشتغل حضرتك وعوضني، ما هو وفر عليا دولار، مش مهم يصدر بس اداني سلعه بستهلكها في السوق بدل ما كانت هتستورد من بره، فوفرت له دولار جاي من بره. وانا بعتقد ان اليومين دول حضرتك ابتدت يبقى في تشجيع بالنسبه للصناعه حضرتك المحليه، بالنسبه للتصدير، بالنسبه للتوسع في الرقعة الزراعيه، وبالنسبه للانتاج. فانا شايف ان الحكومه ابتدت تنظر لهذا الكلام. هنقول طيب ما حصلش ليه وكلام زي كده. على فكرة احنا الميراث اللي موروث بتاع الدولار وزيادة الدولار والنظام الاقتصادي اللي موجود ده حضرتك موروث صعب، مش شغل اليومين دول. يعني المشكلة مش في اليومين دول. طب دوركم كمجلس تصدير بقى للحاصلات الزراعية في دعم الموضوع ده ازاي، او الدخول على في هذه الاستراتيجية اللي بتقوم بها الحكومة، يعني التوجه بينك وبين الحكومة او التواصل في دعم تنشيط حركة التصدير للحاصلات الزراعية؟ ما هي الحكومة حضرتك نزلت البرنامج أصبحت تقدر المصدر النهاردة من 8 لـ12%. ده حضرتك بيشجع المصدر إن هو يشتغل. لما يكون السوق بره تعبان ولا كلام زي كده هو بيقدر ينزل بالتكلفة 10% أو 8% اللي هو اتحطت له من الحكومة. طيب لو السوق بره كويس بتروح 8% دول للمنتج، يبقى السلعه بتاع المنتج بترتفع، فالمنتج تاني سنه يزرع ويبقى متشجع ان هو يزرع. ما انا يهمني المنتج اللي بيزرع برضه حضرتك مش المصدر بس. ما هو المنتج اذا ما كانش بيزرع وبيلاقي ان السلعه مجازيه معاه وان هو بياخد مردود كويس في الاخر، تاني سنه مش هيزرع. لكن لما بيبقى حضرتك الدعم حتى راح جزء منه للمنتج وكلام زي كده بيشجعه انه يشتغل تاني سنه، وبدل ما بيبقى مثلا هتصدري من سلعة 100,000 طن هتصدر 150,000 طن، تاني سنة تبقى 200,000 طن زي ما حصل في البرتغال وحصل في خلافه حضرتك. فهو البرنامج بتاع الحكومة الحقيقة اللي نزلوه اليومين دول في رؤية جديدة شايفينها إن شاء الله. طب بالنسبة للحاصلات الاستراتيجية زي القطن والقمح، الخطوة اللي جاية فيهم هو القطن حضرتك زراعته طبعا مش في الأراضي الجديدة كلها، ده في الدلتا. وبعدين هقول على شيء حضرتك برضه عشان ما ندوش للدنيا اكتر من حاجه. كان القطن بتاعنا زمان طويل التيله، وكان المكن ما بيشتغلش الا طويل التيله، ابتدى المكن يتغير في بره، فكانوا يقولوا القطن المصري الذهب الابيض وكلام زي كده. بس احنا شايفين ان خلاص نجمه قفل وما طورناش احنا من نفسنا في الفترات اللي عدت والمغازل وكلام من هذا القبيل. فكون ان اقول ان الحكومه ازاي ما بتعملش في القطن دي عمليه صعبه جدا. طيب
هنقول الاول القطن والرز، الرز مش عايزين نزرعه عشان الميه بيستهلك ميه كتير، والقطن نجمه قفل. فايه البديل في الدلتا؟ بديل القطن والرز، دي لها موال طويل وكنا اتكلمنا مع بعض الوزراء. يعني عليه طلب، يعني الملابس القطنيه ما بتنتهيش من السوق سواء في الداخل او في بس الخارج. بقى في بدائل ورخيصه بره، ولسه القطن بره بنزرع بمكنه وبنجمع بمكنه فتكلفته ارخص من مصر، بس عشان يبقى الامور في نصابها الصحيح تماما يعني. فالنهارده الدلتا عايزه نظره جديده، عايزه نعمل فيها مصانع، اللي هو مشروعك جنب بيتك يبقى مصانع مثلا الكونسنتريت، الفروزن، التجفيف، الكلام زي كده، بحيث تخف الحمل على القطن وتخف الحمل حضرتك على الرز. فيقوم تمشي الزراعه في الدلتا. هرجع للقمح حضرتك، القمح بمحصوله العادي اللي هو في مصر لازم مصر تستورد جزء من القمح. لكن ده احنا لان احنا استهلاكنا كتير في القمح. المشكله الاخيره يا استاذ عادل اثبتت ان احنا عندنا قمح مهدر كتير جدا. جمح يعني حضرتك مشكله الفساد الاخيره أي. اللي تم اكتشافها اكتشفنا ان الموضوع كان تلاعب وكذا، لكن احنا ما عندناش مشكله، يعني المشكله الحقيقه مش موجوده. لا 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 موجوده، ازاي لازم نستورد جمح من بره؟ لان احنا استهلاكنا عالي جدا في الجمح. الفرد المصري استهلاكه 196 كيلو في السنه. هنقول عشان فقير. ايه المدار من احنا نزرع كمية؟ لا ما تقدرش حضرتك، التوسع الافقي في مصر في الجمح المفروض له حدود، لانه احنا يعني هو بيحتاج ظروف مناخيه معينه. لا 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 معين. انت احسن قمح المصري، ولكن حضرتك الحكومه بتاخده من الفلاح مدعم برضه. طب المليون ونص مليون فدان مش ممكن نستغل جزء منه حضرتك؟ ما هو القمح هياخد ميه كتير، والقمح مصر ملهاش ميزه نسبيه في انتاج القمح. القمح ده في روسيا وفي البلاد دي زراعات مطريه حضرتك، كلها بنزرع بالمكنه وبينزل عليها المطر وبنضم بالماكينه تاني، فتكلفته لا شيء، والاراضي الزراعيه هناك رخيصه، والميه ميه مطر كلها حضرتك. فاحنا ملناش ميزه نسبيه في القمح. زياده القمح افقيا اكتر ما احنا بنزرع صعبه، لازم تزداد في حدود على السواحل وكلام من هذا. ولكن الزياده الرئيسيه برضو لو قدروا يعملوا ابحاث في مصر، وده وارد انه يحصل ان شاء الله رب العالمين، انه يخلي انتاج الفدان مثلا من 15 16 17 ارداب ممكن يعدي 20 و22 23 لو اشتغلوا على الحته دي كويس. يبقى احنا زدنا مثلا 50% من انتاجه بدون ارض زراعية زيادة. لكن التوسع الأفقي في مصر في الجمح ده حضرتك احنا بناخدوها بس ايه، ان احنا ازاي ما نكفيش نفسنا جمح، ازاي ما نزرعش جمح بزيادة، ازاي لا 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 كل بلد يعني في المنتج الدنيا اللي عندنا ما يكفيش حتى على اقل الانتاج المحلي. لا 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 اطلاقا طبعا لازم مصر تستورد جمح. والمشكلة عندنا على فكرة في الجمح كمان ان احنا استهلاكنا عالي، يعني احنا 196 كيلو للفرد، الهند 50 كيلو للفرد في السنة، رغم ان احنا بنستهلك رز كتير برضه. يعني احنا طب ايه المنتجات السهل زراعها في مصر ما بتحتاجش المايه كتير ومطلوبه بره، فان احنا نقدر نركز عليها بشكل كبير عشان نوازن بقى بين فكره الاستيراد والتصدير؟ ده كلام كويس خالص. انا ما زلت اقول حضرتك الزياده الرئيسيه اللي بدات حضرتك بيها ان الجرين هاوس او الصوبات لازم تزيد في مصر، وتزيد بطريقه صح، يعني يبقى معموله بشكل محترم وتدعم باي شكل كان من الدوله تدعم. لان مثلا ما ينفعش انا بنصدر مليون وشويه طن برتقال وما بنعرفش نصدر لاوروبا وروسيا طماطم خالص، المفروض نصدر طماطم قد البرتقال واكثر من البرتقال وتجيب مردود اعلى من الموالح. لو صدرنا مثلا مليون طن طماطم في الشتاء مردوده يمكن يكون قد الموالح مرتين او ثلاث مرات. فدي شغلانه طبعا احنا ما يعني مهملين فيها خالص خالص حتى تاريخه يعني. صحيح في ناس بتعمل دلوقتي فيل في الالوان تحت صوب، في بعض زراعات تانية تحت صوب، لكن دي لازم تزيد في الشتاء، ملناش بديل. وبعدين الظروف كلها مواتيه لنا، لان احنا قريبين من الدنيا بحالها، قريبين من اوروبا، قريبين من روسيا، قريبين من اوكرانيا، قريبين من الاسواق اللي بيبقى الشتاء بتاعها كله درجه حراره صفر او تحت الصفر، احنا قريبين من الاسواق دي. طب ازاي بقى نوعي الفلاح بده؟ باحتياجاتنا، دي نقطه، النقطه الثانيه ازاي ندعم الفلاح؟ يعني كان في شكوى من الفلاحين في بعض الحاجات حتى في القروض والروتين وغيره وغيره، ازاي دي مشكله اساسيه في الموضوع لانه الفلاح هو عمود الفقر للانتاج الزراعي كله في مصر. تمام تمام. هو حضرتك في حاجه واحده، احنا لما بنيجي نقول السلعه اللي بتتصدر دي الدعم، لانه ما فيش اليه يعرف يوزعها على الفلاح، فبياخده المصدر، فهو تلقائي بيروح للفلاح لان ما فيش احتكار، يعني كل سلعه بيصدرها 1000 واحد،
لو ده باع ب 10 طيب الثاني ممكن يبيع ب 9.5، الثاني ب 9، طيب الثاني هيجي يشتري بالفلاح. لو انا قلت للفلاح مثلا السلعه بتاعتك ده ب 100 جنيه هيطلع ما دام فيها مكسب اكتر، واحد ثاني هيقول 110، واحد ثاني يقول 120. فلما الدعم بيروح للمصدر في السلعه التصديريه تلقائي تماما بينزل لغايه الفلاح. وبعدين هو على فكره الاهتمام بالزراعه والفلاح، لو جينا نقول المردود الزراعي على مستوى مصر كان تشكو من 13% من المنتج والمحلي، ولكن في حاجه حضرتك مش ده المهم، المهم انه بيشتغل عليه 37% مباشر و17% غير مباشر، وده التقرير بتاع الحكومه. يعني 50% من الشعب بيعيش على 13% اللي هم بتوع الفلاحه دول. ولذلك ان اي جنيه بينصرف على الفلاحه حضرتك او الزراعه في مصر انا بعتبر مردوده شبه خيالي بالنسبه لمصر كبلد كامله، لانه هي الحاجه اللي بتعمل حراك كبير جدا جدا. يعني ممكن تشغل مصنع مثلا حضرتك في حاجه بيصدر معين تلاقي اللي مستفيد منه عدد معين، لكن لو مصنع بيشتغل في الانتاج الزراعي تلاقي الاستفاده منه غير عاديه حضرتك. فلاح بيستفيد، عمال بتستفيد، عربيات بتستفيد، دنيا كبيره شغاله وراه خلاص بيستفيد. فانا الزراعه باللي شغال وراها قد ايه، فكل حضرتك جنيه بينصرف دعم على الزراعه زياده مردوده لا غير ما حد متخيل خالص. طب ممكن يا استاذ عز انه يكون في شكل اخر من اشكال الدعم للمنتج المحلي بتشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي يعني خاصه بالشباب؟ لو تحدثنا عن المشروعات اللي بتعتمد على الحاصلات الزراعيه. يعني في منافذ ممكن تبقى بيع خضروات وعصاير وجبن وتشغل حتى الشباب نفسه. نتمنى بقى حضرتك اللي بتقوليه، بس ده عايز موال طويل خالص، لانه انت مثلا زي ما بدانا قلنا الدلتا عايزه شويه مصانع فروزن تعبيه ماشي كونسنتريت كلام من هذا القبيل، علشان الفلاح مثلا اللي زرع طماطم في الدلتا وجا السوق نام هيعمل فيها ايه؟ عشان يجي يوديها مصنع بعيد ولا كلام زي كده بيتبهدل وبتروح بين الوسطى. لكن لو في مصنع في ريحه حتى على الاقل هيلب تكلفته فما يخافش يزرع تاني سنه. فدي مهمه جدا جدا، وبعدين بتضيف قيمه للمنتج. في فرق ان انا هاخد النهارده شيء هصدره طازه بين ان انا اصنعه. شوف حضرتك لما اجي اصنعه فتحت كم فرصه عمل جديده وعملت قد ايه، بس لازم تبقى دي حضرتك في مواقع الانتاج. يعني ما ينفعش اجمع المصانع كلها في مدينه صناعيه، لان مصانع حضرتك مثلا لو جينا مصنع فروزن بيحب الباميه مثلا معلش في الكلام هتتجمع، الفلفل هيتخرط كلام، دي بتعوز ستات كتيره جدا تشتغل. يعني ساعات المصنع بيحتاج 1000 ست يشتغل في اليوم. طب ما فيش مكان بديل لده؟ 1500. يعني اتفاقياتنا مع بره مع الدول الخارج ما فيش مكان ممكن يسهل ده؟ لا هو في شغل بيشتغل بمكان، لكن في شغل تاني حضرتك عايز عماله يدوي، وانا ما يهمنيش ما هو شغل يدوي وشغل عماله، ده شيء كويس انه يشغل عماله، وما انا عايز اشغل عماله برضه حضرتك. ده لازم يتعمل. يعني في الدلتا يصرحوا ان المصانع تتعامل في وسط الانتاج، هيخلق ثقافه جديده في الزراعه حواليه، هيزرع صوبات حواليه، محطة التصدير هتنعمل في وسط الدلتا، هتغير وجه المنطقة اللي حواليها، هتعلم الفلاح ثقافة جديدة في الزراعة. لازم المشاريع الزراعية اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي الصغيرة دي يبقى واخدة ضوء أخضر تتعمل في أي مكان. دي ده لازم لازم دي ضرورة ملحة النهاردة صراحة. أي واحد عايز يعمل مشروع زراعي في وسط المزارع في كلام زي كده عشان يعمل ثقافة حواليه. استاذ أخيرا توقعاتك إيه لحجم الصادرات بعد كل الاتفاقيات اللي عملناها وبعد زيارة الرئيس لعدد كبير جدا من الدول والتأكيد على هذا الموضوع بشكل خاص؟ لا أنا بتوقع إن الصادرات الزراعية هيبقى فيها زيادة السنة إن شاء الله. السنة اللي داخلة دي حضرتك قلنا الموسم التصدير طبعا بالنسبة لنا بالنسبة للحصالات الزراعية بيحتمل في مصر في الشتاء أكتر من الصيف. لان هو شتانا اللي بنعرف نصدر منه اكتر يعني. لا انا متوقع هيكون في زياده كويسه باذن الله ان شاء الله. نشكر حضرتك شكرا افضل حضرتك استاذ الدين جوده الله. انت رئيس لجنه بالمجلس التصديري للحصلات الزراعيه. شكرا شكرا يا فندم. نشكركم مشاهدينا الكرام، وهذا الصباح متواصل مع حضراتكم وهذه المره باخبار الاقتصاد والزميل احمد فؤاد. شكرا.